مع السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. السلام عليكم، شنو أحوالكم؟ صحتكم خير وعافية؟ سلام عليكم وحلى طريقاتكم، كالعادة طريقاتكم ياسر إيجابية وتفرحني وتعطيني إنرجي. داخل تلفري يا زبي، تلفري فهمتوني الحكاية؟ حبيت لكش علي شنو الموضوع هذا تو اخترته تو ما نزربك شنو عم روحي زعما مثقف ونقرا ونقرا في كتاب وزعما ما نحبش بابا ينحبش عليه يركز معي خشوف قداش يدخل روح بابا راهو مشكل جيرا علاش قاعد نصور ولا واش يعاود ربي يستر لي غدا يا حاج بربي قاعد نقرا في كتاب ما تنهمشنيش بوف مش كلش يا حاج شو عملت انت خلينا نقرا الكتاب يا حاج شبيك هزيت كتابي بس يزرعون دبال يا عمال زيك خايف يا حاج راك غلط الكتاب هذاك متاعي انا قاعد نقرا فيه ونركز اش معناتها تفوق لي كتابي بنا حق تفوق لي كتابي ميرسي ميرسي ايا خل نقرا بربي يحس لي تاخذ الحس لا راح ميك القلب ميك القلب ميك يا حاج راني قاعد في المرشي جاي نقرا روحي علاش تذب فيا وتعاود تطير وترد فيا قاعد نقرا روحي تاخذ اي على كتابة نقرا بيعان الريح للمراكب قلب ميك قلب قال ميك يا حاج سيب الكتاب قال ميك هاك برا راسك ريح راكب قال ميك سيب يا حاج لا نسيبك يا حاج سيب الكتاب مانيش انا اش مدخلني سيب الكتاب سيب الكتاب يا حاج يا دي سيب يا حاج سيب الكتاب لا تحبني ما نقراش على روحي يا قاعد نقرا في الكتاب يا حاج خليني نتعلم ما نحبش نكون ما نعرفش في الدنيا شيء انت تقرا كتبها انت يا لا بالخلاص اي ظاهر عليك ظاهر عليك ظاهر عليك انت ما تقراش كتبها ظاهر ظاهر بوحاوله ظاهر بوحاوله دلو تاعك ظاهر ديجا انت تو سرقتني في الكتاب يا حاج باش نجربوا فكره تو أنا سرق كتاب دي نمط هوي هوي يا حاج حيت ينزل بقلب أمان أمان سيبني أمان تو جاتني فكرة حلوة سيبك أي أبني حافظ سيبك أعطيني الكتاب الكتاب لا الكتاب هذاك يسوى برشا فلوس سرقت مليون لا يا ولدي طلع قداش يسوى هذاك أه 200 مليون 200 مليون أنا 100 مليون 500 مليون 500 مليون هذاك كان نحكيك حكيت الكتاب هذاك لما تحل فمك اي لا وزبيو ويتقاقبا هيت 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 لا لا عطيني الكتاب يا حاج لنجيب لك ولد عمي راه ولد عمي مجرمه وبنديه ويطيح ولا فين يا بنديه زبي خلا بنديه ايه باهي باهي بنديه دي نمك يا بعدين العظمي يلمك توا ظالم انت تضربني وتسبني وتخلي اي حبيبي العظمي يشكون علي الحربي انا هو يشكونك انت انا هو اي يشكونك يعني رئيس دولة شنو هو انا اي انا هاد اخذك كان ليك من هنا يا حاج
كاميك لو تكتب اعطيني كتاب ليه هذا لا لا اعطيني تو كاميك كاميك اعطيني يا اعطيني كتاب قبل اوي كاميك شوف كتابك ابي جبل طردتني اي مرشي نتاعك هو كاميك خلاص بلا رزق كاميك مرشي نتاعي باهي لحظه سي علي الحربي لحظه نحكيو بشويه بشويه نقعد معاكم فسرني لا لا ما ماشي خال بلا اسمح على روحك باش نحكي لك حكايه ما حكيتها لحتى حد حكايه بالرسمي بالرسمي لا لا ما تحكيليش يا سيدي علي حكايه تخص العياري لا ما يمنيش منو عياري خلينا نقعد بحذيك نفسر لك بالسياسه وسع بالك راك انسان طيب وباهي باهي انت ما سمعت بشيء انت ما سمعت شيء باهي العياري طلع كنز من دارو لقى كنز في دارو جاب عزام وطلع كنز طلع شخرج 10 كيلو ذهب و500 مليون وقلنا الكل هالويز وذهب لقاهم في دار العياري كنز كنز لقى كنز الكتاب هذايا هو يطلع بيه الكنوز انا اللي طلعت الكنز الكتاب انا بنزيدو الكتابة ذي نجم نطلع لك كنز في دارك عندك دار عربي انت يا اي عندي دار عربي نجم نطلع لك فيها كنز طلع للكل اي والفلوس تاخذهم انت وحدك اي باهي موافقة موافقة نطلب العياري نسأل قبل كان عياري وافق يعني نخليك نطلع لك كنز نطلع لك ما وافقش العياري ما نطلع لكش الحقيقة اي خاطر العياري هو صاحبي اي باهي عرفش نكلمه بالتليفون ونقول له نمشي لدار علي نطلع له الكنز ولا باهي الو الو العياري شو نقولوا اسمك ساعة شو اسمك انت علي الحربي الو العياري بالله يا عم علي الحربي تعرفوا يخدم معك في المرشي تبيع في الساشيات انت يا بيع اي ذاك هو بالله رجل زوالي خردوا له بس عليه خلينا نعطيوه خلينا نعملوا نطلعوا له كنز من دارو اي دارو عربي اي ليه ما نطلعولوش عليه ما يستحقش قلاب علي ليه موش قلاب الرجل ترى غزرلي غزرلي ليه موش قلاب يا العياري راه سيدي علي عز الناس قلاب متحيل اب 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 سوا سيدي علي طلع متحيل اب 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 يا العياري زيد ثبت يا العياري راه سيدي علي الرجل تصلي انت يا يصلي نعم يصلي ويخاف ربي ليه يمثل اه 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 طلع يمثل سيدي علي اي باي باي اي باي باي مهدين ومهدين لمك اي جابت مهدين لمك سيد علي صراحة العياري قالي ليه ما طلعلوش كنز بلي ببلالك وعلى مرش العياري رعمي كله ابنين قالي لي انتي ما قال ابنيش فلوس يا رعمي كان مهدين لمك ومو قالي لي انتي يا سيد من خال الخال بابا ما شي نعزب ورمكم يا بابا يا سيدي اتخم انا كنت باش نطلع لك الكنز انا نيتي صافيه انا اما انت هاو العباد تنسال العباد يا اخوان نسال العباد شي غلط فيك العياري تنسال جماعه المرشي عليك ونقول لك باهي نطلب جماعه المرشي بالواحد بالواحد نسالهم ونقول لهم علي علي الحربي رجال ولا باهي شي نطلبهم اطلب الو بالله عادي لي جماعه المرشي عادي لي جماعه المرشي اي اي بالله سي علي الحربي راجل ثقه ولا اي مرته نجات مرتك نجات اي نعم اي امان 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 هذا هو الكلام طلع الراجل قالبكم الكل في فلوسكم قالب مرشي كامل في فلوس يد علي ويبيع في مرسوقه مخشوشه وساشيت منقوبه امان امان لا مش معقول اه بشلوم الرجل هذا لا ما يجيش هاي باي باي هاي اي حاجه خلينا نمشي روح انت حكيتك فارغة طلعت قلب وقلب الناس لا ما يكنت خو قاعد ميك بلا ميك بلا زين ميك بلا لحظه زين ميك بلا لحظه
باي لحظه لحظه عليك يا ابن امك كاميك نازب ورمك يا نيك نيك يا ركال بلصبكم يدينها بكم ليكو انا ركال كان يا سيد علي بعد اذنك بعد اذنك نقعد ميسالش سمع بعد اذنك ميسالش نقعد لحظة لحظة باش نفسر لك لا 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 ماش خاد نيك لحظة برك نفسر لك كل شيء اعطيني لحظة راجل مع راجل نحكي ورجال رانا راجل راجل انتي اي او يا زبي او امان راجل اخذر شلاغمي او يا زبي وقلت لك عندي شلاغم اي انا عندي شلاغم زادا اي عندك شلاغم يا زبي مياو 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 اي رميك مش نقول لك الحقيقة خويا انا نطلع لك نوز انا نطلع لك نوز نطلع لك نوز ايه والكتاب اللي في يدي كتاب فيه سحر نقول كلمتين يطلع كنز من وسط الدار ايوه البلاصه اللي نصب فيها انت ايه الماء ذي في المرشي فيها كنز بلاصه سخونه فيها كنز كان تحب تحل كنز قول معايا كلام هذا باش لازم نحل الكنز انا نقول لك الكلمه دي تعاودوا باهي لما بدك تسميها لو البلاصه اللي تحتك انت في المرشي هذه ايه ويناسب انت ايه ما هي متاعك البلاصه ولا ايه فيها كنز انت باش تقول كلام معايا تعاود وراي الكلام باش الكنز يطلع يظهر ايوه موافقه موافق نبداو ايه نتوكلوا نتوكلوا سخن بخدن اي حاج قول كلام ورايا سخن بخدن زن 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 بو بو شخ 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 اين علي اين علي اكبر قلاب خلاص اين امك اين جابت جابت يا نيك يا نيك فضلك يا حاج يا نيك بابا ذكي ما تبي يحصلش يا نيك اكبر رزقك أقول ميك المنظب وارمك ما هم يحسنش ولا هم يحسنها بكي والله كان شي واحد يخلي يحسن كان ما متخص باي لحظة بصراحة نقول لك الحقيقة والله برافو هات يدك والله ما حصلتها في بالي نحصلك طلعت فايق بصراحة ما شاء الله عليك باهي ما فهميش واحد كيفك فايق وذكي ايوا لشكون طلعت ذكي انت لأمك حبيبة ولا أبوك أمي حبيبة حبيبة ذكية زيدا ايه يا نقول لك الحقيقة ايه انا ولدك محمد ايوه خوالي خوالي قالوا لي راهو بوك نجم تحصلوا فيسا قلت له انا بابا ذكي قال لي نجم تحصلوا جربتك وطلعت فايق قالوا لي راهو سيد علي ما يحصل فيسا وماهوش ذكي قلت له راهو بابا ذكي وفايق قال لي ديما راقد اخذي كي جربتك طلعت ذكي وفايق نجيك رب عليك خبز عليك حوت عليك ايوه نعم بوك اللحية ايوه هاد نبوس هاد ايه هاد بوسة اخرى سيري سيري هاد بوسة ونمشي لا لا نقصد بوسة ونقصد ربي بربي لحمة تقاني كي باي 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 تقاني باي 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 تقاني كسب على راسك فيلمان فيلمان